أول زيارة لي لعمان ومجايكم الكويت، وصراحة أول زيارة وعلى تيد إكس، يعني أكيد بكون عندي أكسس على الناس اللي أنا حاب أشوفها صراحة، لأن اليوم الموضوع موضوع كبير وموضوع تقني بحت، بس راح أحاول أبسط الفكرة كثر ما أقدر عشان توصل لأكثر عدد من الحضور، وإن شاء الله في جيات أكثر راح نتكلم فيها بالتفصيل. الموضوع جدا ثوري وتقنية جدا عالية وفيها نقلة نوعية في كل المجالات. فاليوم راح أركز حتى على ما يخص الجامعة، قلت خلنا نختار يوز كيس أو مثل ما تقولون مثال ينطبق عليه التكنولوجيا، إذا ما كانت مفيدة لنا ما راح نقدر نستخدمها، وإذا ما نوجدت علشان تخدمنا في حياتنا وتسهل حياتنا ما هي ثورية ولا هي لها معنى. فراح أبدي معاكم إن نتكلم عن هالاختراع هذا. منو فيكم لحق على هالتليفون؟ ما شاء الله. كنا هذا الاختراع التليفون كان هو الوسيلة الوحيدة للاتصال. كنا لما يرن نركض على التليفون ونشيله ونكون سعداء وإحنا نتكلم عشان نتواصل مع أحبابنا ونتواصل مع العالم الخارجي. هالتليفون هذا سوى ثورة نوعية وسوى بارادايم شيفت بتغيير مفهوم الاتصال، وصار عندي وسيلة أقدر أتواصل فيها مع العالم. فاليوم بعد هالوسيلة هذه أصبح عندي ثقة في أني أي واحد أريد أتصل معه أو أحب أتصل معه أمسك التلفون وأتصل فيه. فصار عندي ثقة بالتكنولوجيا بالفكرة وبشركة الاتصالات أو وزارة المواصلات اللي فيها. طيب إذا تكلمنا بشكل أكبر ورحنا أخذنا مثال بالثقة في التكنولوجيا من مختلف المجالات، أنا اخترت مجالين هما الترانسبورتيشن النقل ومجال الدفع. إذا نذكر مجال النقل كان على الحصان والخيل، وأنا أثق بالخيل وبصاحب الخيل الخيال أو اللي راح ينقلني من مكان لمكان، بعدين انتقل للترين، بعدين للطيارة. لا up to today التكنولوجيا صرت أثق فيها أكثر من الأشخاص بالبلاتفورم اللي هو الأوتونوميس كار. اليوم منو سمع فيكم بالأوتونوميس كار؟ السيارة ذاتية القيادة اللي تسوق نفسها من نفسها، حد سمع فيها؟ ما حد سمع يا جماعة؟ ترى موجودة حالياً وفي بلاد مختلفة شغالة، وممكن أنك تسوي الإكسبرينس هذا، لأنه شيء يطير العقل لما تقعد بسيارة وأنت مو عارف شلون تشتغل، وبس إنها بتوديك من مكان A لمكان B مثلاً. ونفس الشيء بالبيمنت، البيمنت كان من أيام الأولين، من أيام الطيبين، كان ما في وسيط، كان ما في وسيط، كان one to one اللي هو بارتر اللي هو بالمقايضة، أنت أعطيك ذهب تعطيني مثلا خيل أو and so on. وبعدين صار الفيات كارنسي، صارت الفلوس اللي بيدنا، وبعدين صارت الديجيتال كارنسي أو قبلها حتى الكريدت كارز البطاقات الائتمانية، صرنا نحط فلوسنا في البنك وصار فلوسنا كلها في البنك ونثق البنك. احنا خلاص أي معاملات مصرفية، أي تعاملات أدز فلوس برا الكويت مثلا أو برا عمان أو أدز حق أي واحد لازم يمر خلال البنك. فالبنك هو التراست، هو الثقة اللي عندي، لحد ما وصلنا لحد مرحلة اليوم اللي نتكلم فيها ديجيتال كارنسي، العملة الرقمية. شنو العملة الرقمية؟ نسمع، حد سمع بالبيتكوين؟ تمام. في أحد يعرف شنو يعني مايننج؟ تعدين؟ ممتاز. We need to talk. أوكي. اليوم احنا في فعلا انا عندي شغف كبير كبير جدا في موضوع البلوك تشين والبيتكوين، لان الفكره الناس اللي تلخبط فيهم شنو البيتكوين وشنو البلوك تشين، كلهم ميكس. اللي حصل ان اول شيء خلينا نتكلم عن النقله النوعيه في التكنولوجيا، شلون صارت اليوم وشنو احنا اليوم وين واصلين. احنا بدينا ممكن ماخذكم 20 سنه لورا او 30 سنه من الأول ما بدأ الكمبيوتر، أول ما بدأ المين فريمز والبي سي البيرسونال كمبيوترز، بعدين الويب الانترنت 1994. أنا يومها كنت من الأوائل اللي بالكويت يستخدم الانترنت وأسوي ديفلوبمنت على MIRC.
كنت أتكلم في الديوانية والمجالس على موضوع الإنترنت، يقول لي أنت تخرف، أنت من عالم ثاني، أنت ما عارف إيش، ما كنت أقدر أختلط بالعالم لأن في بارادايم شيفت، في جاب لازم الواحد يستوعبها. بعدين صار الإنترنت من 1997 بكل البلاد منتشر، صار في إنترنت كافيه، بعدين صار في المنازل وفي البيوت وفي المؤسسات. اليوم إحنا عند الموبايل ديفايسز والموبيليتي، صار الإنترنت بالكمبيوتينج باور بالبروسيسينج in your pocket with a single mobile. هذا الموبايل السمارت فون that revolutionized أو سوى ثورة نوعية ونقلية في طرق الحساب، في التواصل، في كل ما تحمل الكلمة من معنى على التكنولوجيا. بعدين إحنا وين بنروح، وين رايحين بعد ما وصلنا لهذا؟ في شيء ثاني، في نقلة نوعية، في جمب مثل اللي سويته اللي قبل شوي، التراست ليب، قفزة نوعية. راح نروح على distributed applications. This is the real thing. This is gonna revolutionize everything that we do today. Everything we are interacting, buy and sell, نبيع عقار، نبيع سيارة، نبيع أو حتى نتعامل مع الأشخاص بالشهادات الجامعية مثل بالجامعة حاليا، أو شهادات الميراث، أو شهادة المنشأ، whatever any type of information today is centralized، مركزية. بمعنى إني أنا اليوم أروح للبنك، البنك عنده الفلوس بشكل مركزي، عنده داخل نظامهم. بالجامعة، الجامعة تصدر الشهادة وعندها الشهادة، بس هذا عرضة للخطر. شنو الأخطار اللي إحنا نتوقعها إن تتغير؟ هذا هو تقنية البلوكتشين اللي حلت هالثورة هذه اللي سوتها ديستريبيوتد، لا مركزية. خلينا نفكر بالبلوكتشين بطريقة بسيطة. اليوم إحنا كل السيستمز اللي بالعالم، كل الأنظمة اللي موجودة بالدنيا كلها مركزية، يعني النظام التعليمي مركزي يحفظ فيه الشهادات، النظام المصرفي في نظام البنوك، النظام أي اختار أي نظام، نظام الموارد البشرية، الرواتب، كلهم أنظمة محددة ومركزية، والشخص اللي على هالسيستم شغال هو الوحيد اللي عنده أكسس على هالمعلومات هذه. طيب اليوم شنو مشاكلي إذا هذا الشيء موجود وشغال من زمان؟ مشاكلنا إن في صار تحريف في المعلومات. أنا اليوم كشهادة عندي شهادات مزورة، وأنتوا عارفين يمكن وسامعين إن كل يوم في شهادات مزورة. ليش يصير التزوير؟ من وين يطلع؟ وشلون أساسه؟ طيب إحنا عندنا جامعة وهذا أنظمة محتفظة فيها، التزوير يتم لأن ما في مركزية في الموضوع، ما في لا مركزية. راح نتعرف عليها لما نتعرف على كيف يشتغل البلوكتشين اللي هو الثورة بالتكنولوجيا اللي تخلي توثيق البيانات صحيح. اليوم البلوكتشين هو عبارة عن قاعدة بيانات، مو عند شخص واحد، عند كل الأشخاص. اليوم أنا لو عند الدكتور أو عند الأخ حبيت أتعامل معك بصورة مباشرة، أطلب منك أن أبيع لك موبايلي $1,000 أو $1,000، وأنت تطلب مني الموبايل وأنا أطلب منك الفلوس. إذا كانت بيني وبينك peer to peer، واحد عرف منو يشهد على هذا الترانزاكشن. ممكن أنت تنكر أنك أنت شريتها، وممكن أنا أنكر أن أنا أعطيتك موبايل والعملية ما تتم، بس لتخيل العملية نفسها تصير بين كل الموجودين، وأقول لهم يا جماعة هذا الموبايل أنا بايع على الشخص، وكلهم عندهم قاعد يسجلون على الترانزاكشن أو العملية، يسجلونها، يقول والله هذا مستحيل يقدر يزور، لأن الانفورميشن صارت عند الكل، صار ما حد يغلب الجماعة بالمعلومات اللي موجودة عندهم، وكلنا نفس النسخة. هذا بالضبط هو البلوكتشين. صار ما في مركزية، صار في لا مركزية. هو كتاب أكتب فيه اللي أحب، أكتب فيه أي انفورميشن، شخص باع شخص سيارة، معلومة شهادات، أي شيء، transfer of ownership، it's an asset transfer. I can record وأسجل أي شيء أحبه، لذلك فهو public decentralized ledger. اعذروني إذا الترجمة ما عرفتها، بس هي مثل سجل مفتوح ولا مركزي، أسجل فيه ويستخدم تقنيات. أنا ما تكلمت بالديتيلز اللي هي الرياضيات، لأن هذا كله مبني على رياضيات اللي هي نعرفها من زمان، بس هذا الاختراع وصل ساتوشي ناكاموتو اللي هو مخترع البيتكوين بال2009. ساتوشي كان طبعا هذا هو الاسم المعتاد اللي سواها في الوايت بيبر اللي أصدرها، قال فيها أنه أنا بطلع بعد الانهيار الاقتصاد ب2008، بطلع في كونسبت
أخلي الناس تبعد عن الثيرد بارتيز والميدلمن والبنوك. ما أحب البنوك خلاص، ما راح أحط فلوسنا، ليش ما أصير بيني وبينك؟ والناس تشهد على هالكلام. سوى الشبكة هذا اللي هي البلوكتشين بالمفهوم هذا، وصارت ناجحة لحد اليوم. صار الناس قاعد تقول بيتكوين راح ينهار، البيتكوين هذا خربوطة، البيتكوين ما أعرف إيش. وبعدين البيتكوين صار جي بي مورغنز، أكبر بنك بالعالم في أمريكا سوى جي بي مورغن كوين، وصار يتعاملوا فيها، وصاروا لليوم هذا كل البنوك المحلية وأنا معاهم أروح ونشتغل على البلوكتشين يوز كيسز ونسوي تطوير لهم. فاليوم البلوكتشين بعد ما تحط أنت الترانزاكشن اللي أنت حاب تكتبها تنكتب على البلوكتشين كسلسلة مربوطة مع بعض. ما 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 إذا 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 انحطت بالسلسلة ما السلسلة متشعبة لكل البلوكس اللي بالعالم، لكل النتورك اللي شابكين عليها بمختلف أرجاء العالم. وهذا هو اللي يخلي قوتها، قوة الجماعة، قوة إن عندي كل الكوبي. طيب أنا اليوم إذا تكلمنا أكثر إن شنو سوت لي هالتقنية، هذا راح نتكلم عن التراست. اليوم أنا غيرت مفهوم الثقة بالتكنولوجيا أو بالمعلومات بالأصح، على دقة المعلومات وشلون هي منتشرة أو شلون هي معتمدة على اللامركزية. خلينا أخذ مثال الجامعة. هو شنو مشاكلنا في الجامعة أو بالتعليم بشكل عام؟ هو الشهادة. الشهادة هي الأوتبوت أو النتيجة المحصلة للطالب في الجامعة، صحيح؟ فتخيلوا معي أن هالشهادة هذه تراديشنال، تقليدية، ورقية وليست رقمية، وإن كانت رقمية تكون مركزية داخل سيستم معين ونظام معين، قابلة للتزوير، قابلة للتحريف، ممكن أي أحد يلعب فيها ويغير فيها، وهذا مشهود حاليا. طيب كيف البلوكتشين تحلني؟ البلوكتشين تحلني لما أحط كوبي من كل البيانات اللي عندي موجودة على نفس النتورك، في النتورك يملكها الكل، ما تملكها الجامعة بس. ومو بس أي بيانات بصمة الشخص اللي هي الشهادة نفسها، المحتوى اللي هو أنا حاب إنه ما يتغير. البصمة هي الهاشينج بمفهوم البلوكتشين، معلش على المصطلحات، بس هي البصمة اللي تخليني أحط شهادتي على البلوكتشين من غير خوف وبشكل آمن، وتخليني أقدر أسوي لها فيريفيكيشن وتحقق في مراحل مقبلة. فالحين إذا تكلمنا عن وايش يأثر على البلوكتشين على الإدوكيشن أو على التعليم بشكل عام، اللي راح يأثر عليه إن إحنا صار عندنا الحين شبكة كبيرة من إذا أخذينا مثال البلوكتشين في التعليم، شبكة كبيرة هي العالم كله عشان يتحقق من أي شهادة أنا حابة أتأكد منها. ما صارت أي مؤسسة ولا شركة خارجية ولا الجامعة نفسها تتأكد، لا العالم كله يقدر يتأكد بهذه التقنية. فبشكل سريع عشان تشتغل، عندنا الجامعة تصدر الشهادة رقمياً بتقنية البلوكتشين وتحط عليها بصمة الشهادة على التشين اللي هو النتورك هذا. وبعد ما تحط البصمة، الطالب ينزل يصير عنده محفظة إلكترونية رقمية في شهاداته وفيها الكيز أو المفاتيح اللي هو تضمن إن هذا هو الشخص بشكل رياضي، هو نفس الشخص اللي موجود على البلوكتشين. وبعدها أي واحد يحتاج يتأكد من هالبصمة يروح على البلوكتشين، مثل أي مؤسسة. إذا أنا رحت طلعت برا عمان وحبيت أشتغل أو حبيت أكمل دراستي، راح يسألوني هذه الشهادة مصدقة من التعليم العالي ومن السفارة، وين التصديقات؟ إذا كانت على البلوكتشين واليوم شغالة وفعلا موجودة، ما يحتاج هذا كله لأنه موجودة بشكل آمن على البلوكتشين. فهذه مثال من شهادتي في الماستر جامعة الكويت، ورقية ومختومة، طبعاً هي أكثر أختام بس أنا اخترت هذه تكون أوضح. وهذه الشهادة الورقية هي أقدر أسويها بالفوتوشوب، I can play with it، أقدر أغيرها، أقدر أغير الجي بي اي، أقدر أغير التخصص، وعرضة للتحريف. في البلوكتشين راح تصير بالشكل الرقمي هذا، وراح يصير عندي باركود اللي هو الدي ان اي للشهاده، اللي هو بصمه الشهاده، اللي هي معرف الشهاده اللي ما يتغير، محتوى كل الشهاده موجود وبلندد مع سكولد هاش تكنيك، وراح اي كان شيرت واشاركها مع اي واحد احتاج، مثلا توظيف، احتاج اكمل دراستي برا. مجرد ما هو يشوف انها على بلوك تشين راح يضغط على فيريفاي، راح يمر في خطوات معينه رياضيات
اللي هي البلوك تشين، تقنية البلوك تشين، لحد ما تكون verified وتكون سهلة وتتأكد منها، حتى لو إنها expired. يعني في شهادات ممكن تكون لها expiration، وفي شهادات ممكن أسوي لها revoke بعد ما أكتشف إن في خطأ أقدر. فصار التحكم لا مركزي وصار recipient owned، يعني أنا الطالب أنا صاحب الشهادة. طبعا هذا التقنية مطبقة في جامعة البحرين مثل ما ذكرت، وجامعة الكينج عبد الله، كينج عبد الله اوف ساينس اند تكنولوجي، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. اند ليتلي اي وانت تو اند اب او انهي المكالمة الحديث في ان شنو ممكن نستخدم البلوك تشين. البلوك تشين مو بس على الشهادات، البلوك تشين ممكن يستخدم في التصويت، ممكن يستخدم في تسجيل العقاري. انا احب اعرف السجل لوين للبيت اللي اشتريه، وين السجل من اول ما انبنى البيت ومن غير تحريف ومن غير تغيير. اي معلومه احس فيها تتغير مفروض اني حاب اني احافظ عليها كمعلومه ما تتغير، احطها على البلوك تشين ما راح تتغير، راح تنحت داخل منظومه كبيره. ف that's my speech today and I wish ان شاء الله اذا قدرت اوصل معلومه بسيطه عن البلوك تشين واي شيء، يعني ان شاء الله راح اكون متواجد لاي سؤال عن البلوك تشين، واتمنى انكم استفدتوا، واتمنى انكم انتم تروحوا تسوون بحث على البلوك تشين وشلون تقدرون تغيرون الحياه للافضل باستخدام تقنيه البلوك تشين. واعطيكم العافيه.